ما صدق إن زميله محمد سلام ساب المسرحية ودخل هو مكانه، هيطلع يغني ويرقص وسط ما الدنيا مقلوبة على اخواتنا في الأزمة العربية. ده جزء من اللي قاله جمهور الفنان محمد أنور بعد إعلان مشاركته في موسم الرياض مكان النجم الكبير محمد سلام. طب إزاي محمد أنور مهد للقرار ده وحالياً بيعمل إيه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. موقف وصفه الجمهور إنه غريب وما يصحش عمله الفنان محمد أنور مع زميله محمد سلام. أنور دخل مكان محمد سلام في المسرحية اللي اعتذر عنها في موسم الرياض السعودي. الحركة دي أو الموقف ده بالتحديد أزعج عدد كبير جداً من الجمهور اللي شافوا إن محمد أنور استغل الفرصة وما كانش صح يعمل كده، مش لأنه يدخل مكان سلام وياخد مكانه، لأنه يرقص ويغني وسط كل الأحداث اللي بتحصل دي لإخواتنا في الأزمة العربية. الغريب إن الجمهور فوجئ بالتزامن مع القرار ده حذف محمد أنور لفيديو كان نشره على صفحته بيدعم من خلاله إخواتنا في الأزمة العربية. هو كان نشر فيديو من كام يوم على المستشفى المعمداني ورجع حذفه اليومين دول، وللأمانة في برضه من الجمهور اللي بيقول إن الفنان محمد أنور ما حذفش الفيديو ولا حاجة وإن الفيسبوك هو اللي مسحوله، وكلها أقاويل عالم الصح فيها فين والغلط فين. بس أنور في الفيديو ده كان بيبكي قدام الجمهور على سيدة بتبكي على أولادها الصغيرين اللي راحوا بسبب الأحداث الراهنة، ووقتها علق على الفيديو ده وقال إنه يأسف لأنه ضعيف وعاجز ومش قادر يعمل لهم حاجة غير إن هو يعيط ويبكي. بس بعد قبول الدور مكان الفنان محمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي قارن الجمهور بموقفه وموقف محمد سلام، قالوا إنه كان ممكن يرفض الدور ده زيه زي محمد سلام وهو يبقى عمل حاجة فعلا زيه وما يبقاش محمد سلام عمل الموقف ده لوحده. أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وارقص وغني، طبعا لا مش هقدر أعمل كده. أو يحس بعد كده إنه أخطأ لما رفض الدور أو اعتذر عنه، ما هو برضو كان أولى بالفلوس اللي هياخدها من الدور ده، علما بأن المواقع الصحفية المختلفة بتقول إن محمد سلام كان معروض عليه في الدور ده 80,000 دولار. متخيلين أنتوا بقى المبلغ ده قد إيه وكان ممكن يعملوا إيه مع محمد سلام لو كان وافق بيه؟ ده غير الخسائر التانية اللي كان ممكن يتعرض ليها نتيجة قراره ده. وبمناسبة الأجر ده فالجمهور بدأ يتكلم برضو على الأجر اللي مفترض هياخده الفنان محمد أنور بعد ما قبل الدور. أنتوا بقى توقعاتكم هياخد كام؟ خصوصاً إنه جه في وقت صعب جداً وقبل عرض المسرحية بفترة قليلة، وعلى فكرة هو سافر فعلاً السعودية وبدأ التجهيز للمسرحية وبيعمل بروفات وبيجهز نفسه ليها تماماً.